برافو عاش برافو عمر. عاش برافو عمر. على فكرة انت مستواك اتحسن كتير الفترة اللي فاتت، بس برضه احنا لازم نظبط شوية حاجات زي الفتنس، اتحكم اكتر في الكنترول بتاع الكورة، ما تقلقش كله هيبقى زي الفل. تمام خلي بالك من نفسك يا عمر. حبيبك بقولك عمر انت فاضي بالليل؟ اشمعنى؟ يعني بنكون قاعدة حلوة كده مع بعض بالليل، فلو حابب تبقى تيجي يبقى تعالى. والله يا رجالة مش عارف، كنت سألني لازم اتمرن على حاجة كتير. واحنا ما بنطولش، بنقعد ساعة، الساعة الواحدة دي مش تفرق معاك يعني، فضي نفسك وتعالى. طب ما تسيبونيش يا حبيبي. ماشي. خلاص أولوياتي. لا بس الواد عمر النهارده بصراحه كان اللهم صل على النبي عليه. والله اكبر بقاله تمرينتين بصراحه. بصراحه كنتش مهتم بيه على فكره. حقه الواد هيبقى حاجه، هيبقى حاجه بجد. ايوه عمور عامل ايه؟ بتيجي على السيره يا عم، لسه كنا بنجيب في سيرتك. حلو ولا ملاحظ؟ لا لا بالحلو والله. ايه الاخبار؟ الحمد لله زي بقالك انت تمرينتين ايه؟ عالي قوي. طب انت جاي منين دلوقتي؟ قاعد في البيت زهقان ما عنديش حاجه قلت انزل. عملت الكوتش قالك عليه؟ مش كله بصراحه. انت ايه كان قالك على ايه؟ انا عايز ازود الفيتنس وازود الكنترول على الكوره شويه. انت محتاج شويه كنترول. بس انت فينش بتاعك حلو الفتره دي الحمد لله. كوره عامل صوص هات يا باشا. صبح سلام ابو الكرم حبيبي. كوره عامل وليد حبيبي. لا ايه يا عم في ايه؟ تنسك هتكسف ايدي يا اسطى. قاعد بالتوت خفيفه. امسك بس خفيفه يعني خفيفه. وشاف حاجه خفيفه واحده بس القصه واحده بس. مش هتضرب بس ولع له يا عم. اول واحد يولع فينا. يلا يا عم انسى سلام عليكم. عزيزي السلام. مرحبا يا باشمهندس. استاذنا تحت امرك. انت عامل ايه؟ بقول لك ايه؟ في قعده بالليل انت عم ياسر. جاي يلا نظامك ايه؟ ولا عمور حبيبي شوف حبيبي.